أنا حضرنا كسرشيات الكل باش اللي يجي يقص الشيحات يهزوا سمع الناس باش يسمعوا باش اللي ما عندوش يجي ياخو. واللي عندهم كل مرضى زيادة برشا مرضى عندهم متقعد برشا ناس عندهم مرضى يجيوا باش نعطيهم الأخرى. بشيرة بالتطويبي اللي خلالي هالدويرة يا ربي ملك الحق ديما نقول له من يحب يعرس يجي لهنا. والله العظيم ساعات في العباد تحب تعرس نقول لهم يجوا عرسوا لهنا واسعة والمدة بشو نقول لهم يجوا عرسوا واللي يحب يعرس يجي لهنا. نجيكم اللي عملتوا العملة هذه لك القليلة وكل المرضى بكل كورونا زاد عاونتوهم ربي فضل الرجال رجال الكل مش كان من القلوية راهم من كل بلاد عاونوا أمتي محمد ربي فضلهم وربي نجيهم وربي حنانهم على بعضها. طول تبارك الله كل خير كل مسلمين اللي يرحموا العباد الكل كل قلالة ربي فضلهم وربي نجيهم وربي توما زاد يحييكم وربي يخليكم وربي نجي كل مسلم جسد نبي. نحن أصحاب كل خير بقدة ربي نحن نحبوا الخير ونعملوا الخير باش نقاو الخير إن شاء الله بجسد نبي يا رب. باش نعاونوا المسلمين ونعاونوا العباد المرضى بالكورونا زيادة والعباد الكل يمشي يخدم اللي في قهوة مشي يخدم واللي يبيع في المخروض مشي يخدم والحوانت مشي تخدم منين مشي ياكلوا الاخر نعاونوهم بهالخيرات السبعه. طول تبارك اكل العرب المسلمين الكل والرجال الكل طول قداش تبارك الله عاون باش نحن نعاونوا كل قليله باش يلقاو اش ياكلوا واش يشربوا ويا ربي ملك الحمد تبارك الله وكل خير طول. وشي يجيوا للدار هذه ويجيوا نستقبلهم ونعطيهم الخيرات السبعه زيد ما شنو اللي ما علموش باش يعلم باش يجيوا للدار هنا باش نعطيهم يا ربي ملك الحمد. توا الناس تجي تاخو من شنو نعملوا للثواب للناس الكل والعباد قاعده تعاون تجيب لنا العباد ورجال وكل حنان الكل يجيبونا الخيرات الكل متاع العباد راهي باش نحنا نوزعوا لك القليل ونسمع القليل لك اللي ما عندهمش زياده اللي ما عندهمش رجال واللي عندهم مرضى زياده واللي عندهم الصغار والعيله يجيو يتفضلوا نعطيوهم للدار هذه. اما انا مرضت بالكورونا وبريت ويا ربي لك الحمد هكا ومرضت وفيت يا ربي لك الحمد. عشت التجربه كيفاش عشت التجربه؟ خذيت التجربه اي وش عملت وقت اللي مرضت بالكورونا؟ اش عملت؟ ما هزوني للواحد شنو المهديه قعدت يجي 13 يوم ولا 14 يوم ويا ربي ملك الحمد بريت مشيت هاني وكنتي ومرت كنت ومرة ورجلها وكنتي وولدي وبنت ولدي ولبيس ويا ربي ملك الحمد مشينا قعدنا 14 يوم وبرينا وتلهوا بينا ويعطيهم الصحة تبارك الله عليهم. انت وقت اللي مرض لقيت شكون تلهى بيك حبيت توا تتلهى بالناس وتعاون باش تلهى باش نزيد نعوض مالا شنو عاونوني باش انا توا نعاون امتي محمد الكل مالا شنو بظل معناها الموجه معناها اللي صارت في قروان والاوضاع الاخيره بالكورونا وكل شيء برشا الناس ضرت معناها من تسكير البلاد دونك احنا شباب القيروان طوعنا الناس الكل وخذينا اكسيا معينه باش نفرقوا على العباد اللي ضرت من الكورونا دونك بدينا نلموا في المواد الغذائيه دونك هبطنا على الفيسبوك كل شيء باش اكثر الناس تعاوننا كسوا معناها بالفلوس والا بالمواد الغذائيه ونفرقوهم معناها على الناس المحتاجه واللي ما عندهاش عند رسول الله. دونك قلت لمامتي بشيرة معناها تعطينا الدار نتاعها باش نستغلوها قلت مرحبا بكم واهل الخير والناس الخير المهم حاجه نصافح فيها البلاد نصافح بها قروان. دونك وكلمت الصغيرات معايا وكل شيء وحبوا المبادره هذه وحبوا البلاد هذه بطريقه ما نحبش نوصفها كيفاش ناس تحب البلاد على الاخر صغيرات بالحق ما شاء الله عليهم فهمتني صغيرات معايا شباب معايا نساء كبار وفهمتني ويخدموا بقلب رب معناها البلاد هذه. انا ما نحبش بالحق قد ما نحكي قد ما نقول البلاد هذه حتى بابسط الاشياء لازم تخدمها بابسط الاشياء ما فهميش حتى مش حاجه صعيبه راه لازم حتى عادي نهار طفل صغير مد 2000 فرنك قال لي عمي عاون بهم معناها باش تعرف انت كيفاش الصغار يخموا بطريقه معناها اكبر من العباد اللي معناها ما تحبش تنفع البلاد جيس عباد تتكلم كلامه برا اما
اللي يحب البلاد بالحق بالفعل حتى بأبسط الأشياء يخدم البلاد. وإحنا ما نفس نيقفوا لهني مش قال تقولوا أزمة كورونا وتعديت دي ما نفس يكون عنا برشا نشاطات ونشاطات في 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 فرصة معنا في قروان ولا في تونس كاملة. مش ما نقاش نيقفوا على على أزمة كورونا كها لازم كيفاش تحسن قروان تحسن كان برجالها بالناس لازم يقفوا بعضهم الكل فهمتني مش كل واحد يخدم في حاجة. وبرشا الناس زادة فهم يخدم في حملات ترقية وحملات توعية وحملات توزيع بافاتير يرحم والديهم الناس الكل. وعندنا شباب زادة في 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 المجازان يخدم معانا ونحن نشكر برشا اللي شباب الناس الكل فهمتني. عسلي من الناس الكل. أنا رحمة العيفيمي ناشطة بالمجتمع المدني. المبادرة هذه كما قلنا بديت مع حسين مبادرة فردية قام به صديقي حسين لهميمل ثم تم التنسيق معايا كلمني كونتاكتيني قال لي رحمة الحجر الصحي معناتها شيء من مشي طويل والعبيد مش تلقى مش متاكل برشا ناس فقدت خدمتها اللي يخدموا في القهاوي اللي يخدموا في الريستوران الناس اللي يخدموا في الحمام يعني برشا. أنا واحدة من الناس يعني تم الاتصال بي وناس تطلب فيك بما أني خدمت عملية والحملة أنت الخيل فقلت له أي الوضع معناتها يطلب منا باش نعاونه باش نقدم يد المساعدة كيف كيف. تواصلت مع رئيس جمعية سنابل المحبة للتعليم والتنمية ونسقنا مع بعضنا هبطنا متطوعين حطيناهم كما خدمنا قبل حطينا دي شريوف اللي مجازان وهبطنا متطوعين وقفوا عليهم ربي يبارك فيهم ربي يبارك في جهودهم بالحق معناتها بفضل ربي وبفضل جهودهم هو احنا وصلنا هما احنا وصلنا لمينا معناتها المساعدات الغذائية هذية وقاعدين نخدموا معناتها نسقوا مع بعضنا ونتعاونوا بين البرة بين لهنا في مركز التجميع. والله نوجه دين لقي معناتها رجال الأعمال في القيروان وأصحاب شركة المواد الغذائية إنهم باش يعاونونا أكثر وخاصة خاصة معناتها نشكيو من النقص في الزيت في ثلاثة مواد والطماطم ممكن فما مبادرة إنه باش نعطيو دجاج ولكن بحكم السخانة ما لقينيش باش نو معناتها حاجة نبردوا فيها فالتجأنا إن ما نعطيوش لا دجاج ولا الحم وقعدنا مكتفين معناتها بال عملنا مساعدة للعبيد زوالة نقدموا في تبرعات للعبيد ويرحم والدينا اللي عاون واللي قدم من خير. ايش تعملون طول المساعدات اللي تجيك كيفاش تعبيهم كيفاش تعطيهم؟ والله نهزهم العبيد فقار فقراء ونهزهم ببسكلاتات وموتورات وكرة تعبوهم في السشيات نعبوهم نعبو بقوات حليب ومقارونة وكسكسي والبافاتيات والشمبوا والجيل والمعقم ها ولا حاجة بيها وتذرع فينا باش نعاونوا العباد الاخرين كي نكبروا كلمني فن ما كان كلمني
باللي عملتوا العمله هذه لك القليل وكل المرضى بكل كورونا زاد عاونتوهم ربي فضل الرجال رجال الكل مش كان من القلوي راه من كل بلاد عاونوا امتي محمد ربي فضلهم وربي نجيهم وربي حننهم على بعضهم. Thank you.